حياكم الله مشاهدينا الكرام. الكبتاجون منتج يبدو أن صناعته لم تعد عشوائية ومتفرقة في سوريا، بل تحولت إلى منظمة تديرها شخصيات نافذة ويقف وراءها رجالات من عائلة الأسد وفق دبلوماسية بريطانية، وهو ما تؤكده تفاصيل طرق التهريب عبر البر من الحدود أو البحر من الموانئ السورية التي يسيطر عليها سلطة الأسد. أكثر من 15 طنا من المخدرات صودرت في إيطاليا، وقبلها 30 مليون حبة في اليونان، وملايين أخرى ضبطتها السلطات الأمنية في مصر والسعودية والأردن وغيرها من الدول التي باتت وجهة الكبتاجون الذي تصنعه سلطة الأسد. نتابع هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. في رقم لافت، قدرت بريطانيا حجم تجارة مخدر الكبتاجون التي تديرها سلطة الأسد ب 57 مليار دولار أمريكي. وأضافت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي ديناز أن 80% من إنتاج الكبتاجون في العالم يصدر من سوريا، وأن ماهر الأسد يشرف شخصيا على هذه التجارة في الخارج. تصريحات ديناز تتزامن مع عقوبات فرضتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية على 11 شخصا وكيانا، قالت إنهم مرتبطون بتجارة المخدرات في سوريا ويساعدون في جني أرباح لسلطة الأسد. اثنان منهم من عائلة الأسد، هما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد. عقوبات المملكة المتحدة والولايات المتحدة يبدو أنها ستتواصل لمحاسبة سلطة الأسد، وفق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، الذي أكد أن أرباح تجارة الكبتاجون يستخدمها الأسد لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أقرت قانونا نهاية العام المنصرم هدفه تعطيل وتفكيك شبكات إنتاج وتجارة المخدرات المرتبطة ببشار الأسد، ومن المنتظر ظهور مفاعيل هذا القانون مع بداية الصيف المقبل. فهل سنشهد بتطبيق هذا القانون ضربة توقف شريان الدولارات المتدفق لسلطة الأسد؟ أرحب بضيفي السيد صخر فيصل العلي، الباحث الاقتصادي ونقيب اقتصاديين حلب من ميونخ. حياك الله سيد صخر. حياكم الله أستاذي، أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله في حلب اليوم. رمضان مبارك عليكم وعلى الشعب السوري الحر. حياك الله. 57 مليار دولار أمريكي هو ما قدرته الخارجية البريطانية على لسان روزي، وهي الناطقة باسم الدبلوماسية البريطانية بالنسبة للشرق الأوسط. كيف تقرأ هذا الرقم؟ هل هو واقعي 57 مليار دولار عائدات سلطة الأسد من تجارة المخدرات؟ حقيقة هذا الرقم واقعي جدا، وبالإضافة لهذا التصريح الذي تفضل فيه الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ذكرت أيضا بأن إنتاج مخدر الكبتاجون لنظام الأسد قد نما إلى مستوى الإنتاج الصناعي، وهذا يدل على أنه أصبحت سوريا تحوي المئات من معامل إنتاج مخدر الكبتاجون، ولم يعد الأمر مجرد عصابات مارقة تقوم بهذا العمل ومجرد خط عبور كما كان سابقا في بداية الثورة السورية. كان خط عبور سوريا، لم تكن يعني محل لإنتاج الكبتاجون. بالإضافة لذلك ذكرت أيضا السفيرة الفرنسية لدى الأمم المتحدة بأن سوريا أصبحت تنتج 80% من إنتاج الكبتاجون العالمي. نعم، يعني نعم سيد صخر، يعني ذكرت أن سوريا تنتج 80%، لكن هناك من شكك بهذه الأرقام وقال بأن هذا يحتاج لي كما ذكرت مئات المعامل لصناعة المخدرات، ناهيك عن وجود المواد الأولية لإنتاج هذه المخدرات. هل سلطة الأسد قادرة على أن تخدم كل هذه المعامل وأن يكون لديها كل هذه المواد الأولية؟ حقيقة الدولة السورية بشكل عام، الأجهزة الأمنية بشكل عام، فرع الأمن العسكري وفرع أمن الدولة
والشرطة العسكرية والفرقة الرابعة أصبحت تعمل بإنتاج المخدرات وبصناعة المخدرات وبإيجاد طرق لتهريب هذه المخدرات ومنها الكبتاجون بشكل رسمي، وأصبحت تنافس العصابات والمافيات اللي كانت تنتهج هذا العمل. طبعا في دراسة أجرتها صحيفة دير شبيغل الألمانية ذكرت بأن النظام السوري يدخل على جيوب قادته قرابة 6 مليارات دولار في عام 2022، وهذا رقم حقيقة هو رقم متواضع جدا. الرقم الحقيقي هو أكبر من هذا الرقم بكثير لسبب بسيط، أن الدولة السورية أو النظام السوري مقسم لمجموعات، مجموعة ماهر الأسد وأسماء الأسد تدير جزء من هذه العملية بالنسبة للكبتاجون، وأيضا الميليشيات الإيرانية والميليشيات العراقية بالإضافة للأفغانية وحزب الله اللبناني يدير الجزء الآخر، قسم مخصص لتجارة الكبتاجون مع أوروبا وقسم آخر مخصص لتجارة الكبتاجون مع الخليج العربي عبر الأردن. نعم، يعني وهنا أيضا السؤال، هناك من يقول بأن الرقم هو 5.7 وفق دير شبيغل، لكن الدبلوماسية البريطانية نقلت 57، أي أنها أخطأت بفاصلة. وهناك من يقول أن هل يعقل أن يكون نمت في أقل من عام هذه التجارة والصناعة بمقدار 10 أضعاف؟ نحن نعلم بأن الدراسات دائما تتم يعني على قطاع معين أو على جهة معينة، لا يعني تدرس كامل المجتمع. حقيقة دير شبيغل هي درست جزء من مجتمع المخدرات في سوريا أو العاملين في مجال صناعة وتهريب المخدرات في سوريا. حقيقة اليوم المخدرات في سوريا تنتشر في كل التراب السوري، لم يعد يقتصر وجود المخدرات على الساحل السوري وعلى القلمون المحاذي للبقاع اللبناني الذي أصلا هو يتواجد بالعشرات من المعامل سابقا. اليوم وصلت المخدرات إلى حماه، إلى حلب. اليوم على عائلات، بعض العائلات الحلبية أصبحت تتنافس مع بعضها بالتعاون مع الميليشيات الإيرانية وبالتعاون مع مخابرات الأسد لإنتاج أكبر كمية يعني إيجاد طرق بديلة لتهريبها إلى الخليج العربي أو أوروبا. نعم، يعني أيضا نريد أن ندخل أكثر في تفاصيل هذه الصناعة، من أين يأتي أو تأتي سلطة الأسد بالمواد الأولية لإنتاج كل هذه الكميات؟ حقيقة يعني هذا الأمر تستطيع القيام به مافيا، فكيف لا تستطيع القيام به دولة وأجهزة أمنية وفروع أمنية تتعاون مع مختلف مافيات العالم؟ نحن نعلم بأن الأفغان، الميليشيات الأفغانية، زينبيون والنجباء وفاطميون هم من جلبوا بداية المخدرات إلى سوريا، وثبت هذا في معارك ريف حلب الجنوبي من خلال المخدرات التي وجدت مع مقاتلين هذه الميليشيات. أصلا هم يعني سابقا كانت تستخدم بشكل واسع بين عناصرهم. اليوم تم تحويل هذه العملية لعملية إنتاج صناعي ومن ثم عملية تهريب، فبالتالي النظام الأسد قادر على القيام بهذه العملية كون الخطوط مفتوحة مع العراق، مع إيران، مع أفغانستان. بإمكانه الحصول على هذه المواد من خلال المواد الطبية اللي هي أصلا تنتج أو مهمتها الأساسية إنتاج مواد طبية وأدوية. للأسف بعض اليوم المعامل الموجودة في حلب والموجودة في الشام وفي اللاذقية تحولت لإنتاج هذه المادة المخدرة. نعم، يعني قلت بأن سلطة الأسد تستطيع عبر علاقاتها أن تؤمن هذه المادة الأولية. وفق دير شبيغل تقول بأن الهند هي من تصدر أكثر هذه المواد، والتي تصدر على أنها مواد من أجل تصنيع يعني مواد طبية وعقاقير طبية. هل يعني لا يستطيع المجتمع الدولي أن يوقف هذه المواد التي تتدفق على سوريا؟ حقيقة صناعة المخدرات هي صناعة موجودة سابقا، وتمتهن هذه المهنة المافيات والدول المارغة.
اليوم سوريا عبر نظام الأسد أصبحت دولة مارقة لا يمكن ضبطها إطلاقا، وحتى هذه العقوبات اللي يعني تم إقرارها أخيرا على الشركتان اللبنانيتان وعلى 12 شخص سوري ولبناني هي عقوبات فعليا لا تغير من الموضوع شيء. هذه العقوبات يعني نعم سنتحدث أكثر عن العقوبات، لكن بالنسبة لتصدير المواد الأولية يعني وفق الأرقام التي يعني أنت قلت بأنها صحيحة من وجهة نظرك، تحتاج يعني سلطة الأسد إلى الكثير من المواد الأولية، ألا يمكن للمجتمع الدولي على الأقل أن يعني يصادر هذه المواد الأولية قبل أن تصل إلى سلطة الأسد ويقوم بصناعتها؟ برأيي لا أعتقد هذا الأمر ممكن حاليا لعدم تعاون أي جهة داخل سلطة الأسد مع المجتمع الدولي في هذا الخصوص، لأن رأس النظام الأسد هو يشرف على هذه العملية من خلال ماهر وأسماء الأسد، فبالتالي قسم كبير من المواد الأولية هي أصلا داخلة في صناعة الأدوية، فمن غير الممكن السيطرة على هذه على المواد الأولية التي تصل إلى النظام السوري، ويوجد مثل ما تتم عملية التهريب إلى أوروبا وإلى الخليج أيضا تتم عملية التهريب بالنسبة للمواد الأولية إلى الداخل السوري، وهذا الأمر ليس صعبا خاصة أنه الحدود مفتوحة بين إيران والعراق وسوريا من خلال الميليشيات الفاعلة على الأرض السورية. نعم سيد صخر، سنذهب لفاصل قصير ثم نعود. مشاهدين الكرام أرجو أن تبقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من اقتصاد سوري، والتي نتحدث فيها عن تجارة الكبتاجون لسلطة الأسد، وأجدد الترحيب بضيفي السيد صخر فيصل العلي الباحث الاقتصادي ونقيب اقتصاديين حلب من ميونخ. سيد صخر، يعني لو ترسم لنا الصورة، كي من هو المسؤول عن هذه التجارة؟ ورد في التغريدات ل روزي البريطانية بأن ماهر الأسد هو المشرف بشكل مباشر وشخصي على تصدير هذه المادة وتهريبها للخارج، لكن لو نتحدث عن الصناعة، دور حزب الله، من هي الشخصيات المتنفذة؟ حقيقة بالنسبة للمشرف على هذه العملية هو رأس النظام السوري، هذا الأمر يعلمه جميع السوريين ويعلمه المجتمع الدولي أيضا، ويدير هذه العملية بشكل أساسي. ماهر الأسد يرأس هرم هذه المنظومة الإجرامية ويدير الأموال الناتجة الإيرادات الناتجة عن هذه العمليات التهريب، وأيضا بالتشارك مع أسماء الأسد. أسماء الأسد لها دور بارز في هذه العملية بالتعاون مع ماهر غدور أو عفوا خالد غدور الذي أضيف على قائمة العقوبات، وهو يشغل مدير أعمال ماهر الأسد وإدارة هذه الأموال، وأيضا سامر الأسد طالته العقوبات وهو يملك عدد من المصانع الخاصة بإنتاج الكبتاجون في مدينة اللاذقية، وأيضا برز اسم مهم جدا كان مقرب سابقا من عائلة الأسد بشكل كبير وهو محمد شاليش. أيضا محمد شاليش هو له دور بارز في إيصال هذه المخدرات أو له دور في عملية التهريب إلى أوروبا، بالإضافة لوجود أشخاص آخرين هم أصلا واجهة لهذه المنظومة. على سبيل المثال ذكر مصطفى المسالمة، ذكر شخص من درعا كان مع المعارضة السورية وفي 2018 عند التسوية أيضا يعني دخل في التسوية مع النظام، أيضا شخصان ضالعان في هذه العملية. حقيقة معظم المناطق السورية الخاضعة للميليشيات والخاضعة للنظام السوري هي تنتج هذه المخدرات، لكن فعليا من يقوم بإدارة العملية هو ماهر الأسد وأسماء الأسد تساعد في إدارة الأموال الناتجة في تبييض هذه الأموال. إذن يعني ذكرت كيف يقومون بالإنتاج وتهريب هذه المواد المخدرة وذكرت الأسماء، وأيضا هناك من الأسماء تلك
من هو بالفعل ضمن العقوبات سواء الأمريكية أو البريطانية. يعني ما تأثير هذه العقوبات إذن؟ حقيقة يتكلم السوريين دائما بأن لا فائدة من العقوبات ولا جدوى من العقوبات. برأيي بأن العقوبات الأمريكية على النظام السوري هي ذات تأثير طويل الأمد، متوسط وطويل الأمد، والنظام السوري لم يتجه باتجاه صناعة المخدرات إلا بسبب العقوبات الأمريكية ومنها قانون قيصر. فتم تجفيف منابع النظام السوري من ناحية الإيرادات المالية، وتم حقيقة القضاء على إيراداته بشكل شبه كامل، فهو اتجه للعمل الإجرامي وأصبح عبارة عن دولة مارقة من خلال العمل في المخدرات. فبالتالي يعني لم يعد أمامه إلا المخدرات التي هي أصلا عمل للمافيا للحصول على إيرادات لاستمراره في الحكم. نعم، يعني إذن يعني كيف يقوم بشار الأسد وهو المسؤول عن هذه الصناعة والتجارة للمخدرات وفق تحليلاتك، كيف يقوم بتبييض هذه الأموال مبالغ طائلة؟ حقيقة تتعامل مع بشار الأسد عدد من المصارف العربية سواء اللبنانية أو العراقية أو حتى ممكن الخليجية والمصرية. نحن نعلم في عام 2019 الأزمة المصرفية في لبنان أدت إلى تبخر مليارات الدولارات التي كانت توجد في المصارف اللبنانية وهي أصلاً تابعة للنظام السوري، لرأس النظام السوري وللمحسوبين على النظام السوري من قادة الميليشيات. قرابة 33 مليار دولار في عام 2019 تبخرت هذه المليارات. فبالتالي هذا دليل ومؤشر بأن النظام السوري يستخدم المصارف العربية للالتفاف على هذه العقوبات من خلال أسماء كواجهة يستخدمها في هذا الإطار. وأيضا حاليا المصارف العراقية تستخدم لصالح النظام السوري وممكن مصارف أخرى، وأعتقد بأن العقوبات سوف تطال أيضا العديد من المصارف مستقبلا. ونحن نعلم بأن العقوبات لم تتوقف فقط على النظام السوري، هي أيضا شملت حلفاء النظام السوري. فتم إيقاف بنك روسي في دبي نتيجة تعامله يعني مع النظام الروسي، وبالتالي أي تعامل مع النظام السوري سواء في الخليج العربي أو في الأردن أو في مصر سوف يتعرض لعقوبات، ولن يستطيع يعني تبييض هذه الأموال بالشكل المطلوب. لكن حقيقة هو من خلال واجهات معينة يستطيع تبييض بعض هذه الأموال. نعم، يعني أيضا هناك قانون أمريكي يلوح تطبيقه في الأفق في الصيف المقبل، كيف سيكون أثره على تجارة وصناعة الكبتاجون التي تنتج وتصنع في مناطق سلطة الأسد؟ بالنسبة للعقوبات التي تم فرضها حاليا سواء البريطانية أو الأمريكية، حقيقة جاءت هذه العقوبات تحت بند أحد بنود قانون قيصر. ونحن نعلم جميعا بأن قانون قيصر هو تم يعني إقراره من المشرعين الأمريكان الخاص بتسريب صور قيصر لآلاف من المدنيين السوريين الذي قتلهم النظام السوري في معتقلات الأسد، ولم يدخل تدخل هذه العقوبات تحت قانون الكبتاجون الذي لن يطبق إلا في بداية الشهر السادس. ونرى خيرا في هذا، حقيقة هذا مؤشر قوي بأن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال قانون قيصر مستقبلا للحد من قدرة النظام على الاتجار بهذا. نعم، لكن هناك من يقول أنه لا يوجد رؤية أمريكية واضحة لمواجهة الكبتاجون الذي تصدره وتصنعه سلطة الأسد. حقيقة بعض الكثير من أبناء الجالية السورية المعارضين لنظام الأسد المتواجدين في أمريكا حاليا هم بنقاشات وبحوارات مع المشرعين الأمريكان ومع اللجان الأمريكية للوصول لآلية معينة من أجل تطبيق هذا القانون ومن أجل إدخال أسماء أخرى فاعلة في هذا النشاط الإجرامي، وأيضا لمنع تبييض الأموال الناجمة عن هذه العمليات التهريب. نعم، يعني قلت بأنكم يعني متفائلون من هذه الخطوة الأمريكية من وضع لائحة جديدة من العقوبات وإدراج أسماء جديدة لعقوبات قيصر.
يعني هل ترى بأنها بالفعل هذه الخطوة هي تصعيد أمريكي ما لربما إنذار سلطة الأسد قبل أن يكون القانون الخاص بالمخدرات قد طبق في صيف العام القادم العام الحاضر الحالي؟ حقيقة هذه العقوبات الآن الحالية على الرغم من رمزيتها وعدم وجود آلية واضحة الآن لتطبيقها وتنفيذها على الأرض، إلا أن رسالتها واضحة جدا وقوية جدا. تسعى الإدارة الأمريكية من خلالها لإيصال رسالة للمطبعين مع نظام الأسد والداعين إلى التقارب منه، وحقيقة لها تأثير على المدى المتوسط والبعيد. الإدارة الأمريكية لا يعني تعمل أي أعمال بدون أهداف تسعى من خلالها مستقبلا. نحن نعلم بأن النظام الأردني عندما بدأ بالتقارب مع نظام الأسد كان هدفه الوحيد هو الحد من هذه التجارة والحد من عمليات التهريب التي تتم على الحدود. رأينا بأن تمت العملية بشكل عكسي، فبدأت تدخل المخدرات من خلال معبر نصيد الذي حاليا يحوي أكبر مصنع للمخدرات يديره عماد وزريك. نعم، لكن يعني بالنسبة لملف التطبيع يبدو أنه يعني يسير على قدم وساق، خاصة وأن قبل قليل مصادر إعلامية تتحدث بأن السعودية سوف تقدم طلب لبشار الأسد من أجل المشاركة في القمة العربية القادمة. إذن يعني إذا كان الهدف من هذه العقوبات الأمريكية رسالة للمطبعين، فما جدواها إذن؟ حقيقة لا يمكن للتطبيع العربي يعني أن ينقذ نظام الأسد أو يعوم نظام الأسد أو يخفف من العقوبات الأمريكية والأوروبية على نظام الأسد، وباعتقادي أيضا لن يحد من صناعة وتجارة المخدرات التي هي أصلا هدف قد يكون للدول العربية في التطبيع مع نظام الأسد، وهذا العمل هو فشل أصلا سابقا. طبعا نظام الأسد يعني لا يدير هذه العملية وحده، العملية هاي تديرها أيضا الميليشيات الإيرانية والأفغانية واللبنانية، وبالتالي نظام غير قادر على ضبط أفراده، فكيف له أن يضبط هذه الميليشيات؟ نعم، لكن يعني تحديدا عند هذه النقطة اسمح لي السيد صخر، هناك يعني من قال خاصة جريدة عكاظ السعودية بأن بالفعل بشار الأسد بدأ بعدة حملات لمكافحة المخدرات بعد طلبات سعودية، ويعني يتحدثون بأن هذا التطبيع وهذا التقارب ربما هو ما سينهي ملف الكبتاغون. بالنسبة للتقارب الأردني السوري كان هدفه هو الحد من عملية تهريب المخدرات إلى الأردن، لكن بدأت تدخل من خلال المعبر الرسمي. وأيضا الآن ربما هناك رسائل طمأنة من النظام السوري للدول الخليجية في هذا الإطار، لكن نحن نعلم جميعا بأن الدولة السورية هي عبارة عن أو يعني هيكلية شكلية للنظام السوري. من يدير الدولة السورية هم الميليشيات الإيرانية واللبنانية والعراقية، لا يوجد يعني تأثير للنظام السوري على هذه الميليشيات، فكيف لنظام غير قادر على إدارة أو ضبط عناصره قادر على ضبط العناصر الإيرانية، إلا إذا كانت هذه العملية هي جزء من الصفقة الإيرانية السعودية، ممكن تقلل قليلا من هذا يعني عملية صناعة والتجارة بالمخدرات، وباعتقادي بأن هذا الأمر لن يتم ضبطه على المستوى القريب والمتوسط. أشكرك جزيل الشكر السيد صخر فيصل العلي، الباحث الاقتصادي ونقيب اقتصاديين حلب، كنت معي من ميونخ، والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي أنا عبادة حيدري، دمتم بخير، إلى اللقاء.